كما توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهاني للمصريين بمناسبة عيد القيام المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك. أتوجه لكم بالتحية وللشعب المصري العظيم بخالص التقدير والتهاني بمناسبة احتفالنا اليوم بليلة القدر المباركة وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير، ومصر والأمتان العربية والإسلامية في أمان وسلام. واسمحوا لي أيضاً أن أنا أتقدم بالتهنئة لأشقائنا المسيحيين، كل عام وأنتم بخير وأمان وسلام.